فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن كرامته على الله أنه لا يناديه باسمه، وإنما يناديه باسم النبي: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولم يناده أبدا بقوله يا محمد، إكراما له صلى الله عليه وسلم، بينما كان ينادي الأنبياء قبل بأسمائهم: يا موسى، يا عيسى. الله ينادي أن الأنبياء الأولين عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم: يا إبراهيم. أما هذا النبي فإن الله لم يناده باسمه أبدا، وإنما قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وإذا جاء الخبر عنه فإنه يسميه باسمه: محمد رسول الله، والذين معه وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فإذا جاء الإخبار عنه ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وإذا نودي فإنما ينادى باسم النبوة واسم الرسالة.